استجاب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لرغبة أحد الأطفال من مشجعي الريدز وواحد من معشوقي أو عاشقي الفرعون المصري، وقام بمقابلته مساء الجمعة، وكمان وجهت والدة الطفل أوسكار الشكر للنجم المصري محمد صلاح على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت وقالت: ها هو هنا، شكرا جزيلا لك، ونحن لن ننسى أبدا ما فعلته الليلة الماضية. أوسكار قال لي إنها أفضل ليلة في حياته. ونشرت ساري ماري صورة لابنها مرتديا قميص ليفربول الإنجليزي برفقة النجم المصري محمد صلاح، واللي أهداه هداف ليفربول في الموسم الحالي قميص الفريق بناء على رغبته.